ما يخص الزمالك هيعتمد على المعارين او لعيبه الاهلي. في صفقات الاهلي ولا صعب؟ الزمالك الاول يا فندم. مالكش شغل بالاهلي. الزمالك الاول. مالكش شغل بالاهلي يا فندم. مالكش شغل بالاهلي. مالكش شغل بالاهلي. خليه في وراتك بعد اذن حضرتك. الزمالك اهي وراتك اهي اهي اتفضل وراتك اهي بص فيها اهي. اتفضل الزمالك يا فندم اتفضل. الزمالك ما عملش لسه صفقات. طبيعي ان لسه ما اعلنش عن اي حاجه. مجلس الاداره شغال بطريقه اللي هو بيفكر كويس, بيتكلم مع الجهاز الفني, بيشوف متطلبات الجهاز الفني. تمام. بيشوف اللاعب رقم واحد هيقدر يجيبه او مش هيجيبه اللي طلبه الجهاز الفني, ثم اللاعب رقم وهكذا. تمام. طبعا في اتفاق على بعض اللاعبين فيه او في مفاوضات, لكن الكلام ده هيظهر للعلن خلال الايام الجايه. تمام. بعد معسكر المنتخب تقريبا هيبدا الزمالك يعلن عن صفقاته. الزمالك في النهايه مش عايز صفقات كتير, فرقته فرقه كويسه وعنده اعارات كويسه. هيضيف اضافات ثلاث او اربع لاعبين ان شاء الله على مستوى عالي. يعني صفقات الزمالك, صفقات الزمالك في حدود 3 4 لعيب. والزمالك بيعتمد على المعارين اكتر. طبعا, لان المعارين عنده كلهم ادوا اداء, يعني ما حدش يقدر يختلف على مصطفى فتحي. ما حدش يقدر يقول ان اسمه ايه, نسيت اسمه مين يا فندم. معار يعني حد كريم بامبو. محدش يقدر يتكلم ولا يقول. عمر السعيد ممكن يكون في الطريق. عمر السعيد يعني صعب شويه. لكن بامبو ادى اداء قوي جدا, محدش يختلف ان بامبو جت اخر لحظه. حتى المباراه الاخيره شفت مستواه ايه قدام الزمالك نفسه. فلا, لاعيبه الزمالك ادوا اداء قوي جدا خارج الحدود. صح. محمد صبحي محدش يختلف على ان محمد صبحي جون محترم جدا وجون كويس جدا ويستحق ان يكون جون الزمالك. فبالتالي صفقات الزمالك اللي بره صفقات قويه, هي اللي موجوده في السوق. صح. هي احسن لعيبه في السوق. إذن الى يعني بجانب اضافه ثلاث اربع صفقات يعني هيكونوا. يعني معنى كده ان الزمالك هيضيف في اضيق الحدود, والزمالك بيحافظ على قوامه اللي اشتغل بيه السنه دي بشكل جيد جدا, ويعود له كمان المعارين اللي هم مقدمين بشكل اكثر من رائع في الدوري الممتاز ده.